أكثر مأساوية اللي هو مع دكتورة غنوة دقدوقي الأخصائية في الأمراض الفيروسية. صباح الخير دكتورة غنوة. صباح النور مدام نانسي، صباح النور لإلك وللمشاهدين. يعطيك ألف عافية. حضرتك طالعة من إحدى وحدات كورونا، مكافحة كورونا بكوفيد يونت موجودة اليوم. دكتورة غنوة، حضرتك كنت من الدكاترة اللي بيحاولوا أن يقولوا للناس انتبهوا وما تفوتوا بالبانيك، لأنه نتيجة الهلع بيصير هذا الموضوع بيأثر على صحتكم بموضوع بيرتفع الضغط السكري وبيصير يعمل ارتدادات ومضاعفات بتؤدي لكوارث بحال الإصابة بكورونا. بس قدي نحن اليوم بهذا الوضع؟ قدي نحن بوضع يثير الهلع فعلا؟ لا، نحن اليوم مدام نانسي فعلا بوضع يثير الهلع. نحن كل التحذيرات اللي حذرناها سابقا لحتى ما نوصل الى المكان الذي وصلنا اليه اليوم، ويمكن مع حضرتك انا طلعت اكثر من مره وحكينا الجمهور والاحباء انه نحن اذا وصلنا لهذا الموقع اليوم اللي نحن فيه اللي هو السيناريو اللبناني الذي لا يشبه ابدا اي سيناريو اخر، لانه نحن مثل ما كنتوا حضرتكم من شوي عم تتفضلوا نحن منهكين من كل الاتجاهات وبكل الاتجاهات. فنحن السيناريو اللبناني الذي لا يشبه اي سيناريو ويمكن يكون أسوأ من اي سيناريو، ولكن اليوم نحن بعدنا ندعي الناس للحذر، ندعي الناس للتمسك بوسائل الوقايه، ندعي الناس اليوم للبقاء بمنازلها، ندعي الناس لانه تساعد بعضها. يعني مدام نانسي نحن اليوم عم نواجه صعوبات كثيرة غير الصعوبات اللي حضرتكم عم تحكوا عنها بالإعلام. مثل شو دكتورة غنوة؟ قولي لنا شو الصعوبات اليوم اللي انتم تفضلي. محلي اليوم الصعوبات انك بتفوتي مريض على المستشفى، بتجي بتقولي له بدك تطلع على البيت، بيقول لك انا ما بدي اطلع لانه اذا تعبت بالبيت ما حدا بيقدر يرجعني على المستشفى. اليوم الصعوبات انه بيحطوا الاهل مريضهم بالمستشفى بيقولوا بليز تعوا خذوه لانه نحن انه صار منيح، بيقولوا لك ما رح نقدر ناخذه لانه بدنا ناخذه على مؤسسه والمؤسسه ما بدها الا يكون نيجاتيف بي سي ار وما بعرف شو. فمدام نانسي نحن اليوم بحاجه، نحن كطاقم صحي بحاجه لمؤازره المجتمع، لانه هذا المجتمع اذا لم يؤازرنا اليوم نحن ما رح نقدر نقدم ولا خطوه لقدام ولا رح نقدم اي خدمه للعالم اللي فعلا. دكتوره غنوه، نحن تعودنا نسمع منك، يعني حضرتك من الدكاتره اللي كثير حريصين على انه يعني تعطي توجيهات من دون اثاره الهلع. اليوم شو بتقولي لهم للناس؟ يعني اولا لاي شخص يصاب بالكورونا بتقولي له ما تروح مستشفى؟ لانه في البعض عم بيقولوا بس نروح على المستشفى عم ننتكس اكثر اساسا، لانه بصير هيدا المسار انه ما في محلات، بتبقى بالسياره، بصير هو يخاف اكثر، بصير في كل المضاعفات للخوف. لا هو لا لا ابدا هيدا الكلام. انا برايي الفيروس، سياق تطور الفيروس، تطور الالتهاب هو بيمرق بمراحل معينه، والمريض سواء كان ببيته او سواء كان بالمستشفى ممكن يوصل لمحل يتعب فيه. الفرق انه بالمستشفى ممكن يصير في تدخل اسرع من التدخل اللي موجود بالبيت. هيدا الفرق. هلا انا برايي في محلات معينه لازم المريض يبقى فيها ببيته، يعني اذا كان حاله وضعه الصحي مستقر. بالعكس هون هو لحاله اكيد في يستشير اي طبيب على التليفون، في يستشير اليوم في خلايا ازمه ناشطه بالمناطق صراحه. يستشير اي ممرض او اي حدا عم بتابعه. اذا في الوضع يسمح ان يبقى ببيته اكيد لازم يبقى ببيته وما يروح يعمل اي حاله من الفوضى بالطوارئ، لانه بالطوارئ بتعرفي بتكون فيها ناس تعبانين وفيها ناس بدها دخول مستشفى وهيك. فانا برايي اليوم مدام نانسي المجتمع الاهلي عم يرسم هيدي الخطه لحاله، انه هذا التعاضد ما بين خلايا الازمه والمجتمع والجسم الطبي والتمريضي عم يرسم هذا الخط بطريقه تلقائيه صراحه. طيب اليوم بدون اي تخطيط وبدون اي جانب. اليوم شو ناقصكم دكتوره غنوة؟ حضرتك ايضا يعني بتواصل مع منظمه الصحه العالميه، شو ناقصكم؟ ناقصكم اجهزه تنفس، ناقصكم مستشفيات، يعني كمان البعض بيقول في عندنا مستشفيات حكوميه فاضيه، ناقصكم اماكن حجر. خلينا نحن فعلا كمجتمع نقدر نقدم شيء اذا بدنا نقول. يعني اليوم اكثر شيء نحن ناقصنا اليوم صراحه هو الجهاز التمريضي،
بالطبي يعني الطاقم البشري. هيدا كثير صعب، هيدا ما في ما يعني هيدا كثير صعب نقول لك انه نحن بنقدر نساعد فيه صراحه. يعني عم تحكي بجهاز للاسف الهجره صارت كثير كبيره منه، ونحن مش حنقدر نخرج اليوم اطباء يعني وينزلوا على سوق العمل بهالسرعه. مزبوط، نحن يمكن هيدا اهم شيء ناقصنا اليوم. اكيد ناقصنا وسائل حمايه شخصيه، لانه يمكن اليوم المستشفيات مجهزه، ولكن مجهزه الى حد يكفي قدرتها لفتره معينه. شو هن وسائل الحمايه الشخصيه ناقصتكم؟ يعني في اكيد نقص بالوسائل، هلا لا شك انه كل مستشفى عم بتحاول تامن، ولكن نحن اللي خوفنا منه كجهاز عامل على الارض ان نصل الى مكان وما عندنا هذه الوسائل الحمايه الشخصيه اللي عم نحاول قد ما. طيب هون نداء، هون رجاء رجاء دكتوره غنوه بهذا الموضوع. يعني حضرتك عم بتقولي نحن كجهاز تمريضي ناقصنا اليوم ادوات حمايه، اللي هي سواء مثل ما شايفين حضرتك الماسكات، الملابس الواقيه، ايضا مثل ما بيقولوا شو بسموه البلاستيك اللي بينحط على الوجه كرمال وكل شيء له علاقه بوقايه اوكي. طيب اذا حدا رجاء كل من يسمع بهذه الحلقه، هؤلاء هيدي مناشده طبيبه بهذه المعركه الكثير قاسيه اللي عم نواجهها نحن بلبنان. احد القصص الاساسيه اللي ناقص الجهاز التمريضي في لبنان هي اجهزه الوقايه لحمايه الجسم الطبي والتمريضي. شو كمان دكتوره غنوه؟ اكيد في اماكن، في اماكن مستعده لاستقبال المرضى، ولكن كمان بينقصها اكيد. وزاره الصحه عم بتحاول جاهده انها تمد هذه المحلات باجهزه التنفس، مثلا اجهزه مراقبه الاكسجين. اليوم عندنا نقص حاد بالاكسجين بالمجتمع، عم بحكي مش بالمستشفيات، عم بحكي يعني كمجتمع. يعني انا اليوم اذا بقول له لمريضه انت فيك تطلع على بيتك بس بدك انينه اكسجين بالبيت، صدقيني مدام نانسي عم بيضل يومين وثلاثه وعشره ليامن هذه الاكسجين، هذا الانينه اللي بتساعده بالبيت. وهيدا ما تنسي رح يفضي لي محل من المستشفى. يعني اذا اذا الجمعيات او قادرة أن تأمن هذا الأكسجين للأشخاص في المنازل، مش مثل ما عم بيصير بحالة الفوضى. مادام ننسي نحن اليوم المجتمع عم بيعاني من حالة فوضى في معالجة الكورونا فيروس. يعني اليوم إذا أنا أصبت بالكورونا أنا بصير بحكم جاري وبصير بحكم غيري وبصير بقول له خذ اكسجين وكذا. بيوصلنا المريض، عم يوصلنا مرضى اليوم على المستشفيات على اخر نفس. لانه قصدك لحظه هون قصدك عم بتقولي انه في ناس عم تعطي استشارات بصفر بحكم انه انا مرقت بكورونا وهيك صار معي، خذ هول ادويه او خذ هيدا الشيء. فعلا معك حق، غير انه نحن في كثير دكاتره بصيروا يعني دائما العالم فعلا هيدا كثير خطير انه ما حدا يسمع نتيجة تجربة شخص عايش يعني أو ممكن يكون اللي عم يحكي الشخص اللي عاش الكورونا ممكن عم يحكي تجربته بيكون صادق فيها، بيكون عم ينقلها، بس مخص ما أسام وهيدا مضاعفات يعني. علمونا ما دام ننسي نحن تعلمنا، وبتمنى المشاهد يسمع مظبوط اللي عم بحكيه. تعلمنا انه نحن بنشوف بالطب، ما بندرس بالطب مرض ولكن نتعامل في الحياة مع مرضى. هذا يعني أنه كل مريض يتفاعل مع الأشياء بطريقة مختلفة عن المريض الآخر. فأنا ما فيي أقول أنه هذا الدواء يمشي على كل الناس بطريقة متساوية، وإلا كانت حياتنا نحن الأطباء بلا عازة وكان رأينا بلا عازة. فرجاء اليوم أنا نداء الثاني هو للمجتمع. الرجاء إذا نحن بدنا نحن ننظم فعلا صفوفنا وعملنا، مش كل واحد يجي يتسابق لأنه خد هاي الشغلة وخد هاي الشغلة، لأنه فعلا الأدوية عم تنقص من السوق. بيجي واحد بياخد مثلا أنتبيوتيك بلا عازة، الثاني بحاجة لأنتبيوتيك ما بيلاقيه، واحد بحط أنينة أكسجين ببيته إذا عازة، والثاني بحاجة لإله وما فيه. الفوضى العامة اللي عم بيعيشها المجتمع اليوم، مدام معك حق بموضوع الفورة على الأدوية اللي عم بيصير، انه بروحوا على الصيدليات بيطلبوا انتيبيوتيك، بيطلبوا حتى يعني انا بدي اسالك مثلا هلا من ضمن الأسئلة، اسبرين كل حدا صار معه كورونا لازم ياخذ اسبرين شو ما كان عمره وشو ما كان صاير معه؟ لانه اكيد نحن كاخصائيين بالامراض الجرثوميه وعم نتابع دائما، عم نعمل ابديت على هيدا الموضوع قصه العلاج. عم نحاول نمد فيه الجهات الرسميه.
نحن حسب الدراسات اللي انعملت على الأشخاص اللي هن عندهم ريسك فاكتورز، عندهم عوامل أخرى. سألتك يمكن من كم يوم مدام نانسي عن أبا أحد الأشخاص قد عمره، إذا عنده مشاكل صحية، قد وزنه، هي كلها شغلات ترتكز عليها إذا نحن اليوم إذا بدك تروحي أنت حضرتك تشتري أسبرين مدام نانسي، بدك تبربي 4-5 صيدليات لتلاقي أسبرين بوقت في مرضى في مرضى بحاجة كل يوم للأسبرين، مرضى القلب، الضغط، السكري، ما عم بلاقوه. طيب هون بس سؤال، يعني الأسبرين إذا حدا صار معه كورونا دغري ببلش ياخذ أسبرين؟ أكيد لا، أكيد لا. الأشخاص اللي عندهم كورونا عندهم عوامل أخرى مثل الوزن الزائد والعمر، يعني عمرهم شوي كبير، أو إذا عندهم ضغط، أو إذا عندهم سكري، أو إذا عندهم هول الأشياء، لأنه الدراسات انعملت على هول الأشخاص لقوا إنه الأشخاص اللي كان عندهم هودي المشاكل وكانوا عم ياخذوا الأسبرين قلت حاجتهم للعناية الفائقة، قلت حاجتهم للدخول إلى المستشفى، وبالتالي ساعدهم بالعلاج ضد الكورونا فيروس. هلأ في ناس للأسف عم ياخذوا أسبرين وهن عندهم مشاكل بتعرضهم، يعني أنا إحنا صرنا شايفين كتير حالات عملت نزيف في معدتها من وراء الأسبرين، أوكي، لأن عندها تقرحات بالمعدة وهي ما كان يمكن لازم تاخده للأسبرين بهالطريقة اللي كانت عم تاخده. فرجاء مدام نانسي، أنا اليوم بوجه نداء عبر شاشتك وعبر شاشة الجديد إلى كل المواطنين، نحن اليوم بحاجة لتنظيم هذه الفوضى التي نعيشها في علاج الكورونا. يا جماعة الكورونا هو فيروس، بحاجة أنت لاستشارة أخصائي، بحاجة لاستشارة طبيب، بحاجة لاستشارة عامل في الحقل الصحي، مش مع احترامي لكل الأشخاص. أكيد. المريض لا يستطيع علاج، بيقدر يفيدنا بخبرته، بيقدر يفيدنا كيف كان، بيقدر يقعد مع مريض، يعني بيقدر يقعد مع حدا مريض، هيدا بيكون كتير منيح، بس مش بيقدر ينصحه ويعطي رشدته. يعني رجاءا هيدي بوجهها عبر حضرتك، لانه نحن نعاني فعلا من هذه القصه. يعني انا خليني مرق لحضرتك بس شغله، يعني انا امبارح اجاني اتصال من احد المرضى بيقول لي انا اتصلت بمريض عنده كورونا وقال لي اخذ في احسن ايه مش احسن صارت عاملين دعايه، ياخذ الفيتامينات الكوكتيل اللي عم ناخذه اليوم، اوكي ما في ضرر. قال لي انه اخذ الاسبرين، قال لي انه اخذ مسيل للدم لكزاريلتو، قال لي انه اخذ الكورتيزون بالعضل. طب يا جماعه بتعرفوا انتم الكورتيزون يخفض مناعه الجسم في حال نحن كان عندنا فيروس نشيط، انا بحاجه لادويه مضاده للفيروس مش بحاجه للكورتيزون في الفتره الاولى. فاذا هل بتعرفوا انتم انه الكورتيزون ممكن يخفض لكم مناعه جسمكم؟ ثلاث ارباع العالم اليوم عم تاخذ كورتيزون، اليوم اي واحد بده يروح يشتري كورتيزون من الصيدليه مدام نانسي بده كمان يبرم 4-5 صيدليات ليلاقي الكورتيزون. طيب بس كمان رجاء اذا هيك رجاء من الصيدليات كمان ما يقبلوا بقى يعطوا اي شيء فيه كورتيزون، فيه ادويه حتى الالتهاب من دون مثل ما بقول رشدة الطبيب، كمان حتى نخفف هذه الفوضى، لانه مثل ما عم تقولي حضرتك تعرفوا مسيل الدم مع الاسبرين ممكن يودينا لنزيف ولا شغلات لا تحمد عقباها. يعني خلونا نعالج اليوم نحن الوباء اللي نحن بصدده، خلونا نتعاون على علاج هذا الوباء، خلونا ننظم هذه الفوضى، لانه ما دام ننسي الوضع صدقا لا يحتمل، لا يحتمل. نحن بدنا نقول لك دكتوره غنوة، نعم دكتورة غنوة، أنا بدي أشكرك كثير على هذه المداخلة، يعطيكم ألف عافية لكل هذا الجسم التمريضي، أنتم اليوم جنود الأساسيين بهذه المعركة. كثير بزعل فعلا أنه نعرف أنه يعني إذا في واجب فينا نعمله نحن هو أقل نأملكم حماية، نأملكم دروع الحماية بهالمعركة. أنا من هون بدي أرجع جدد وأطلق صرخة لكل شخص قادر أنه نحن نأمن الأدوات الوقاية والمواد الوقاية لكل الجسم التمريضي، أنه تكون هيدا هدفنا بالحياة. لو بدنا نتكاتف نفتح نرجع حملات للدعم المالي بهيدا المكان ضروري تتأمن، لأنه مثل ما عم تقولي دكتورة غنوة حتى نكمل بمن تبقى، يعني في هجرة كتير كبيرة من هذا الجسم التمريضي لدرجة أنه في حاجة كتير كبيرة بشرية لهؤلاء. بدي أشكرك كتير، وطبعا رح تكوني معنا بحلقات لاحقة. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية، الله يحميكم.